برنامج وصية لاتحاد شبيبة الثورة يسعى لدعم جرحى الجيش العربي السوري والقوات الرديفة عبر تقديم العلاج الفيزيائي من خلال طاقم طبي متخصص بالعلاج الفيزيائي وأجهزة حديثة لتقديم العلاج على مدار الأسبوع، ووصلت الخدمات المقدمة إلى أكثر من 90 حالة متنوعة وبنسبة شفاء من 60 إلى 90% تبعاً لكل حالة. تم افتتاح المركز من حوالي السنة. نحن هون عم نقدم الخدمات لأكثر من 60 جريح وقرابة 30 مدني. معظم الحالات نحن هون عم يتم شفائها بنسبة 60 إلى 90%. نحن هون بنقدم المعالجة مجانا لجرحى الجيش وأسر الشهداء. نحن هون مركز وصية عم نقدم قصارى جهدنا لنبذل كامل إمكانياتنا لنقدم أفضل ما عنا للمرضى، بالأخص جرحى الجيش العربي السوري اللي هن قدموا لهالبلد كتير. وطبعا كل مريض بيخضع لعدة أجهزة لأجهزة معينة، في الأجهزة الكهربائية وفي الأجهزة الرياضية، وكل شيء له علاج معين. المركز يضم عدة أقسام: مكتبة وغرف معالجة فيزيائية وعلاج كهربائي وصالة رياضية مجهزة بأجهزة تدريب خاصة، إضافة إلى طاقم المركز المؤلف من 3 معالجين فيزيائيين متطوعين. مسؤولة عن قسم المعالجة الكهربائية، عندنا قسم عندنا جهاز أجهزة الكهربائية، جهاز التيارات، عنا برنامجين تسكينة وتنبيهة. تسكينة عنا لنخفف الألام، وعنا التنبيهة منحفز العضلات، وعنا جهاز أمواج فوق الصوت، وعنا بعدين ننتقل لقسم التمارين. موجود حاليا قسم العلاج الحركة، هو أهم قسم العلاج الفيزيائي، بيتضمن تمارين عمل الجسم، مساج بحالة متقدمة، مستخدم أوزان مقاومة ضد مقاومة، وبشكل عام انه في استجابه للعلاج وفي حالات متماثله للشفاء. عم نتعالج هون، والمسؤولين والمشرفين على المعالجه هون مشكورين ويعطيهم العافيه، ما عم بقصروا معنا. الكادر اداؤه كثير ممتاز، يعني في نتائج كثير فعاله وممتازه وجيده من قبل الكادر المعالجين. معالجة ممتازة والعاملين ممتازين، معاملتهم كويسة. الكادر كتير كويس، ما في منهم كلها يعطون، وخدماتهم كتير منيحة. يعمل المركز ضمن برنامج خاص لأرشفة البيانات المتعلقة بالجرحى ومتابعة المسار العلاجي، حيث يتم التواصل معهم عبر داتا بيانات بأسمائهم وأرقامهم وأماكن سكنهم، بهدف تكريس ثقافة الخدمة المجتمعية.